الفرح يعني يمكن اكثر شيء ممكن يكون بشهر رمضان مزعج، انه خلص بيتخربط كل نظام حياتك، ما عاد في وجبه فطور اساسيه صباحا، بتصير وجبه الفطور هي مثل العشاء اللي نحن كنا معتادين عليه، وهذا الشيء ممكن يسبب لنا خربطه اول كم يوم برمضان بجسمنا، اضافه لانه البعض ممكن كمان يعتاد على الفطور الدسم مو بس هيك زينب، كمان بيزيد وزنه. الاشخاص يمكن بيقطعوا الرياضه بشهر رمضان، بيفكروا انه يمكن هذا الشيء هو اسهل لهم، او حتى الرياضه ممكن تاذيهم. شو هي الاوقات المناسبه للرياضه، وكيف فينا ننظم ساعات الطعام بشكل صحيح، الساعات الانسب لممارسه الرياضه؟ كل هي الاسئله والاستفسارات رح يجاوبنا عنها الكوتش رند براد. صباح الخير كوتش. صباحك. ينعاد عليك. ينعاد عليكم وعلى كل السوريين يا رب. يسعد صباحك. ما نجهز عنا التقرير اللي كنا بدنا نشوفه، بس رح نبدا معك فورا كوتش. يعني كنا عم نحكي عن انه بيتخربط العادات الغذائيه بشهر رمضان، وبتشوف انه حتى اللي كان يلعب الصبح رياضه او الظهر او هيك، صار بعد الفطور بساعتين مثلا يلعب رياضه. بالضبط. الاستقلاب هو وراثي، كيف فينا نزيد الاستقلاب، الحرق بالجسم، او يعني او يكون بطيء الاستقلاب بالرياضه، خلينا نحكي، وخاصه بشهر رمضان لانه بنحس الحرق صار ابطا. هلا بما انه هو عامل وراثي نحن ما فينا نتحكم فيه غير بنظامنا الغذائي. النظام الغذائي معتدل السعرات الحراريه اللي على طول بنحكي عليه. يعني انا فيني دخل 1500 سعره حراريه واحرق 1500 سعره حراريه، فانا ماشي تمام. اذا بدي حافظ على وزني. تمام. بدي زيد وزني، بدي ادخل اكثر سعرات حراريه والعب بنسب البروتين والكارب. بدي انزل وزني، بدي انزل السعرات الحراريه اكثر من اللي بحرقه انا. موضوع الاستقلاب خلينا نتفق عليه انه هو موضوع وراثي ما فينا نتحكم فيه نحن. تمام. ناس بتحرق وناس لا، اثنيناتهم بفوتوا على النادي بنفس الوقت، حدا بينزل وزنه وحدا لا. مظبوط. كوتش، الوقت الانسب للرياضه بالنسبه للاشخاص الصائمين؟ البعض بيقول انه بعد الفطور، بما انه احنا اكلنا وجبه كثير دسمه فلازم نحرقها. البعض الاخر بيقول يمكن قبل الافطار بساعه هي الفتره او الساعه الذهبيه، شو الصح بهذا الموضوع؟ هلا قبل الافطار اللي كلياتنا عم نفوت فيها، انه قبل الافطار هي الساعه الذهبيه اللي لازم انا العب فيها رياضه، بتكون مستويات الطاقه زيرو عندنا كلياتنا اذا صايمين. يعني نحن كل نهارنا عم نشتغل. هلا في ناس بتفيق الساعه 5 وبتنزل على النادي، اوكي هدول ما في مشكله، بس في ناس بتشتغل من الصبح لاخر النهار، فمستويات الطاقه عندهم بتنزل كثير، وهون بياثر على الجسم، لانه الجسم 70% سوائل، فنحن فقدنا كثير من السوائل بالتمرين. خاصه عم نلعب رياضه بدنا كثير مي، ونحن عم نلعب بالضبط، ونحن رح نفقد سوائل وما رح نعوض هاي السوائل اثناء التمرين. هلا في ناس بتقلك انا بوقتها قبل التمرين وبروح دغري على الفطور، بس المشكله انه قلت لك مستويات الطاقه كثير متدنيه، يعني نحن ما رح يكون في تاثير ايجابي على العضله بالنسبه للي بده يبني عضله منيح واللي بده يكون صحي بنظامه الغذائي، ما رح يبني عضله صح. في ناس بتلعب قبل التمرين حتى يروح ياكل ويشرب وينام ويتسلى ويسهر وما عنده وقت. الوقت الانسب هو بعد الفطور. هلا نحن كلياتنا قلتي لي وجبه دسمه، هو غلط نحن يكون في وجبه دسمه. وهذا عم يصير. هلا ايه، هلا نحن برمضان خلينا نقول زينا باول التقرير قالت انه بينقلب نهارنا، بصير فطورنا على العشاء. نحن خلينا نفترض انه لا، فطورنا. تمام. هو تمام صح، بس بما انه نحن عم نشتغل على نظام الصيام، مثل اي برنامج غذائي بيعتمد على الصيام المتقطع او الصيام الشهري او او او، خلينا نبلش نحن بالسوائل اللي نحن بحاجتها كلياتنا. يعني نحن اهم شيء عندنا السوائل. في ناس حسب الطبخه بلا سوائل بلا بدي اكل، فنحن اهم شيء السوائل. الكبار كانوا يساووا لنا شوربات ايام زمان، اهم شيء الشوربه، نحن هلا نسيانين الشوربه، هي كثير عنصر اساسي الشوربات والسوائل والخضروات، لانه الجسم بحاجه سوائل وبحاجه الياف. نيكست عفوا، نيكست بنلعب رياضه مثلا بعد بساعه ساعه ونص اذا كانت الوجبه خفيفه، بنلعب رياضه، بعدين بناكل الوجبه الاساسيه اللي لازم نتدرب نحن بعدها او قبلها عفوا، بتكون الوجبه الغنيه بالبروتين والكارب. طب خلينا نحكي اليوم اللي هلا عم يلعب رياضه، بعد الفطور بده يلعب رياضه، اوكي بياكل مثل ما قلنا مثلا شوربات او خضار او شيء خفيف، بعد بقد ايه ممكن يلعب رياضه؟ وفي وجبات بعد الرياضه، يعني وجبه الرياضه بتزيد الوزن، ولا اللي بده يخفض وزنه لازم ما ياكل بعد الرياضه؟ هذا المعتقد الخاطئ ان كان برمضان او بغير رمضان، انه انا اذا لازم نزل وزني ما بصير اكل، هذا الشيء كانوا يقولوا لنا يا ايام زمان. هلا نحن نظامنا الغذائي المتوازن، انت بالجيم زينا ساعه واحده
و23 ساعة أنت بين نوم ونظام غذائي. تمام. فالنظام الغذائي هو الأساس بأنه ينزل وزن أو يرفع وزن. صح. ما في رياضة بتنزل وزن، ما في مشي بينزل وزن، ما في أي شيء بينزل وزن غير النظام الغذائي. يعني أنت معي بالنادي ساعة بس، أنا بدي أحرك العضلات، الدهون ما فيني أحركها، أنا بشتغل على العضلات. في نظام غذائي صح فأنا بمشي للطريق اللي بدي إياه. في ناس بدها ترفع وزن، في نسب بروتين وكارب بدها تاكلها، في ناس بدها تنزل وزن، في نسب كذلك بدها تاكلها. فما في انه انا بنزل وزني فما باكل، برفع وزني باكل، لا، هو حسب النوع اللي بدي اكله. هلا هي المعلومات كثير حلوه، انه نحن نعرف شو ناكل، شو ندخل على جسمنا، ونعرف قد ايه بنحرق وقد ايه بنستهلك طاقه. بس بعض الاشخاص كمان، يمكن الصائمين خلينا نحدد، بيلاقوا انه ممكن يكون في خطوره على جسمهم وصحتهم في حال نزلوا على التمرين مثل ما قلنا قبل موعد الافطار، هذا الشيء صح او لا كوتش؟ هلا كلياتنا كل واحد بيعرف حاله، اذا انا عندي مشاكل ضغط او سكر او 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 او، فلا يفضل اني اروح على الجيم قبل التمرين مشان ما ينزل السكر او ينزل ضغطي، لانه احنا قلنا قبل التمرين مستويات الطاقه بنهاياتها. يعني انا عم بستنى مثل الجسم وقت بيكون نايم كل الليل بيقولوا لنا اول ما نفيق كول، انت بحاجه الاعضاء الحيويه كلياتها عم تشتغل هلا، بدها غذاء. فنفس الشيء نحن وصلنا لوجبه الفطور، نحن بحاجه الوجبه الغذائيه الصح. فقبل التمرين اللي عنده مشاكل صحيه قبل الفطور لا يفضل ابدا انه يفوت على الجيم. هلا صارت ثقافه الرياضه كلياتنا بنعرف، هلا في ناس بتعرف وما عندها قدره تعمل هذا الشيء، وفي ناس بتعرف وعم بتطبق هذا الشيء. الوقت هلا بسبب الاوضاع، الوقت هو اللي عم يتحكم فينا، ما نحن عم نتحكم فيه. في ناس عندها شغل بعد الفطور ما بتقدر، بدها تجي قبل الفطور، وفي ناس ما عندها مشكله فاضيه بهي الفتره فبفضل يتدرب ويروح يرتاح. في ناس لك لا انا باكل وبرتاح وبجي على النادي بوقت تمام. طيب كوتش خلينا نحكي شوي، ما بصير في مثلا زياده بالوزن اذا لعب الواحد قبل الفطور وفطر وجبه، لو كانت وجبه خفيفه بس انه اكل، يعني اكيد ياكل طبخ او شيء او هيك، فبزيد وزن؟ هلا حسب ماما شو طابخه زينب. ايه حسب ماما. لا هلا برجع بقول مثل ما قلت قبل، النظام الغذائي خلينا نقول نحن فايقين 12 ساعة أو 16 ساعة. فالنظام الغذائي المتوزع بهذا الوقت اللي نحن عم ناكل فيه هو اللي بيحدد زيادة الوزن أو نزول الوزن. أما أنا أني خلص تمرين وآكل رح يزيد وزني، ما أنت لازم تاكلي، لأنه أنت إذا ما بتاكلي خلال ساعة أو ساعة ونص الجسم بحاجة جلوكوز لهي العضلات، فرح يحرض الأنسولين، رح يصير في مشكلة، رح يخزنهم كدهون. هيك اوكي بصير. فنحن ما بيصير ما ناكل، يعني في عالم بتقلك انه معقول روح اكل بعد التمرين، انا بسمن يعني انا بدي نحف حالي، لا لا بدك تنحفي حالك على نظام ال 24 ساعه. مو هلا بهالساعتين رح تنحفي، لانه في ناس لك انا ما اكلت بعد التمرين لبعد ساعتين، وبعد ساعتين طرقت له صحن بقلاوه. ايه فاهم، فهمنا الفكره تمام. فنحن المشكله بالسعرات الحراريه اللي بندخلها بنظامنا الغذائي على كل النهار. يعني بالضبط. طب المشي، هلا العالم كثير بتقول لك ما بحب الرياضه بدي امشي، المشي مفيد؟ كثير بفيد، وخصيصا هلا بيفرغ ستريس بشكل كثير كبير. يعني اني امشي بس حطوا سماعه وحده، لانه لا عاد بتسمعوا سيارات اذا حطيتوا التنتين، وبناكل مسبات اذا مشينا بالشوارع. المشي كثير بفيد قبل الفطور وبعد الفطور، ولكن مو الجري. يعني المشي سريع، لا لا خليني اقول مشي بسيط، لانه كمان مثل ما حكينا ما بدي اجهد الاعضاء الحيويه، القلب والكلاوي والرئتين والكذا، هي كثير هلا بحاجه اكل، بحاجه غذاء، بحاجه فيتامين، بحاجه هالامور كلياتها، فانا ما بدي ارهقها بهذا الشيء، فانا بمشي شوي شوي بفرغ كثير ستريس. ممكن احرق سعرات حراريه، اكيد رح احرق سعرات حراريه، بس مو بمستوى التمرين العضلي اللي بناخده. خلينا نقول بتندرج تحت مستوى التمارين القلبيه، لانه المشي كل ما زدت السرعه او جريت بصير في ارتفاع بنبضات القلب، فهي الشيء بصير ارتفاع، هذا الشيء بصير تمارين جهد قلبي. اما نحن خلينا نمشي باعتدال لحتى نشغل عضلاتنا صح، الدوره الدمويه صح، ونكون مرتاحين، يعني ما انه راكدين بدنا، لا لا ما راح تحرق شيء، نظامك الغذائي هو اللي بده يحرق. تمام. برايك كوتش شو هي اغلب الاخطاء اللي بتسمع عنها كثير وبتشوفها كثير خلال شهر رمضان؟ بعض الاشخاص يمكن بينطروا نهايه الشهر ليقيسوا وزنهم، بكونوا متوقعين خساره الوزن، بالعكس بيطلع وزنهم زايد، والبعض الثاني بالعكس، فشو هي اغلب الاخطاء اللي بتشوفها حضرتك؟ اكبر الاخطاء خليني اقول هي وقت بنلعب رياضه الصبح ونحن صايمين. نحن بحاجه غذاء بعد التمرين ونحن عم نلعب الصبح،
عم نضل تقريبا 14-15 ساعه لحتى نوصل وجبتنا الغذائيه. هذا الشيء كثير مضر للجسم، لانه انت كعضله، ما راح احكي انا كمخ ولا كقلب ولا كلاوي ولا اي شيء، كعضله، هاي العضله بحاجه غذاء بعد التمرين. انت اجلتي هذا الغذاء 14-15 ساعه، طبعا بسبب ضيق الوقت عند الناس، يعني بينزل بيلعب بالجيم الصبح او بيرقد او 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 بسبب ضيق الوقت عنده، انا ما عندي غير هذا الوقت، بس هذا الشيء كثير مضر خصيصا اللي بيلعبوا بالجيم اوزان عاليه، و فكثير مضر لهذا. هي اكثر عاده خلينا نقول برمضان ممكن تكون مؤذيه. نيكست الحلويات برمضان، يعني كلياتنا صرنا نعرف دوانا انه انا بحب الشوكولا، ما في نوقف شوكولا، ما بتوقفي شوكولا ما رح ينزل وزنك، ما رح ينزل وزنك حتى اذا اخذنا شوكولا ساده او اي شاطرين فيها كلها يا نادر بلاها. هلا ما رح نوقف نحن النظام الغذائي الصح، هو النظام الغذائي اللي انا بقدر امشي عليه طول حياتي او اطول فتره ممكنه. يعني هلا الحاله الطبيعيه اذا بدي اقول لك رند بدي اقول لك ممنوع الخبز وممنوع المعجنات وممنوع ممنوع ممنوع، ما اذا بتعمليه لحالك ما بدك رند بقى ولا بدك كوتش ولا بدك جيم. النظام الغذائي اني اعيش باعتدال، يعني انا باكل 5 حبات شوكولا، لا حبه بتكفي، حبتين بكفوا، بحب المعجنات كثير، قطعه بتكفي، ما عندي بطوله يعني ما يحرموا الجسم مشي لكن باعتدال. هلا الجسم اذا بتحرميه كثير منيح، يعني اذا انت عندك تارجت بالرياضه، بس معظم اللي عم بيلعبوا رياضه هن هواة وبدي اوصل لمستوى معين انا بدي اياه. يعني هلا الانطلاق صاير الشباب كثير السكس باك والبودي بيلدينج والكذا، كثير شيء حلو، بس صاروا بيستعينوا بالمواد اللي بتساعد على هذا الشيء اكثر من الغذاء. الغذاء هو الاساس لحتى نوصل لاي مرحله بدنا اياها. طيب خلينا نحكي كمان كوتش، انا صايمه، خلينا نحكي كمان كوتش على قصه المواد اللي عم تحكي عنها، وخاصه عم نشوفها عم تتاخذ بدون ما انه حدا، يعني تجاريه، بدون ما انه يكون تحت اشراف كوتش للرياضه انه خذ هي الماده او هي الماده، لا، وممكن عم تسبب بعض الاحيان بعض المشاكل للشباب مثل ما انت حكيت، اضافه لبعض الخلطات المنحفه اللي عم ياخذوها الصبايا والشباب واللي عم تسبب لهم تسرع بالقلب، عم تسبب لهم هبوط بالضغط اثناء التمرين، وعم نشوف هي الحالات بالنوادي الرياضيه، قد ايه غلط هذا الشيء. وكمان يعني خلينا ننبه على هدول الاشياء لانه احيانا عم يكون لها اثر سلبي. هلا اي شيء نحن خلينا بدنا نحكي بشيء ممكن ما يعجب البعض، اي شيء ما نخاضع لوزاره الصحه هو غير امن، اي شيء ما مستورد بشكل نظامي هو غير امن، اهم شيء يكون مستورد بشكل نظامي. هلا صار في عندنا نحن بسوريا شركات ادويه عم بتصنع هاي المواد، مواد منحفه ما في، يعني انا عم بحكي عن متممات غذائيه صار في عندنا، اما شيء ينحف ماده تنحف ما في، يعني كلي سكريات وكلي شو ما بدك وخذي هي الحبه بتنحفي. منطقيا يعني بهذا الوقت صرنا ب 2021 ما حدا تفوت بالعقل، صحيح. ايه بس في كوتشات بيلعب، يعني هلا زينا عندها ثقه بالكوتش رند، اذا الكوتش رند بيقول لك خذي هي بتاخذ من باب ثقه بهذا الكوتش، صحيح. في كوتشات عم تشتغل تجاره، يعني في احد الكوتشات مره كان عم بيجيب كبسولات فاضيه وبيحط فيها زنجبيل وما بقى وكركم وهالامور وبيعطيها للعالم على اساس انه هي صناعه المانيه والعالم ماشيه فيها من باب ثقتي بهذا الكوتش. اذا ما انه شيء قلت لك مستورد او شيء نظامي لا، ومعظم المواد اللي بتنزل يعني صرنا نعرفها نحن، الزنجبيل بيساعد، الحمضيات بتساعد، بتساعد على الحرق بالضبط، ما بتحرق، يعني ما في شيء بيحرق، يعني هلا الزنجبيل مفيد للمعده والشاي الاخضر كمان، بس المشكله عفوا المشكله انه بيرفع الضغط، الزنجبيل بيرفع الضغط، ففي عالم عم تاخذ هي الحبوب وما بتعرف شو في بقلبها، بيرتفع الضغط اذا عندها امراض قلب او شرايين او او او، فهذا في عندها مشكله. اكيد كل الشكر لك كوتش على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى يكون في وعي اكثر من هيك بخصوص كل الخطوط اللي حذرنا منها. شكرا لك.